أعلن المجلس العالمي للذهب أن العراق باع 100 كيلوغرام من الذهب ليتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم من الذهب، فيما اشترت اليابان أكبر كمية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي. وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر آب لعام 2021 أن حيازة العراق من الذهب بعد بيعه 100 كيلوغرام بلغت 96.3 طنا، ما يمثل 9.1% من باقي احتياطاته الأخرى. أوضح المجلس أن العراق تراجع مرتبة واحدة ليصبح بالمركز 39 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بالعالم. أظهرت بيانات كورية جنوبية عن تراجع صادرات العراق النفطية إليها بنسبة بلغت أكثر من 19% من خلال شهر واحد فقط. وأظهرت إحصائية تصدير العراق خلال حزيران الماضي إلى كوريا الجنوبية 3872 مليون برميل من النفط الخام بانخفاض بلغ 19.6% عن شهر أيار الماضي الذي بلغ 4818 مليون برميل. وأوضحت مصادر مطلعة أن مركز العراق في صادراته النفطية إلى كوريا الجنوبية تراجع إلى المركز السابع في شهر حزيران بعد أن كان في المركز الخامس في أيار من عام 2021 بعد كل من السعودية والولايات المتحدة والكويت والإمارات. سجلت أسعار النفط ارتفاعاً مع تنامي الطلب بوتيرة أسرع من العرض، هذا وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أيلول القادم إلى 76.33 دولاراً للبرميل الواحد، فيما أغلقت عقود شهر تشرين الأول مرتفعة عند 75.41 دولاراً للبرميل. هذا وارتفعت أسعار عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 73.95 دولاراً للبرميل. قال المصرف الليبي الخارجي أن إيرادات البلاد النفطية سجلت زيادة خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 9 مليارات دولار و53 مليون دولار مقابل 5 مليارات و25 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتشير بيانات المصرف إلى أن الإيرادات النفطية تتعافى تدريجيا منذ شهر آذار الماضي، كما وصل متوسط إنتاج ليبيا من النفط الخام 1,163,000 برميل يوميا، حيث قدرت الإيرادات النفطية لهذا العام وفقا لآخر تحديث للمؤسسة الوطنية للنفط ب 25 مليار دولار. استمر زخم التعاملات على عملة بيتكوين لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر أيار، حيث حققت العملة المشفرة مكاسب لليوم العاشر على التوالي وتم تداولها بسعر 42,390 دولار. وقال جوناثان تشيزمان مدير المبيعات ومبيعات الشركات في بورصة العملات المشفرة إن العملة الآن بحاجة ماسة إلى الاستقرار عند هذا المستوى. وكانت بيتكوين قد تعرضت لاتجاه هبوطي لعدة أسابيع لتنخفض من أعلى مستوى لها سجلته منذ منتصف نيسان الماضي عند 95,000 دولار، لكنها أمضت أسبوعا عوضت فيه بعض خسائرها. إلى اللقاء.